لان خارجه في شارع بن بطوطه وهازه 27 وكتعير في السلطات وكتقول لهم انا اليوم غنسد دم واد عزيب الدرعي دابا يهبطوا على الدين نقتلهم نذبحهم انا باغا نذبح اليوم وغندير لهم كثر ما داروا لزهير. طلعت عاوتاني قالت لي غنفرق غنجيب بوطو غنجيبها ليكم للدار ونفرقها عليكم وسط الدار هي والام ديالها. هزيتي 27 وخارجه امام الملا في شارع بن بطوطه كتعيط عليا وكتقولي وهبطي عندي ابنت العور كتعيرني بالاسم ديال الاب ديالي بالاسم ديال اللقب الاب ديالي وهي ام عور اصلا دايره نضاضر بركه وكتعاير فينا انا وايمان كتقول لك هبطوا عندي انا هازه 27 وانا ما كنخافش ما كنخافش من المخزن. سمعنا دابا دايره اللايف ويطلع معايا واحد الدري ما تنعرفوش ولد باب الله قال لي يا حدي راسك راه هاد الايامات غادي كنتي غادي تموتي وما صدقيتش. هاد السيد قال لي بغات تعطي عليك 2 مليون نهار البوناني مشات عندهم وقالت لهم خسروا لها وجهها انا والبن انا والابنه ديالي ودات لهم الشراب ودات لهم المخدرات هادشي كيقولوا هاد الولد. وليت كنتهدد دابا كيعيطوا عليا لي زابيل باللي البريفي ملي ما تفرقتيش غنديروا لك غنفعلوا لك بزاف هادشي عين ما بقيتش قدرت والله ما بقيت قدرت ديروا لينا حل في هادشي ولا غير غطيح شي روح اخرى كما قالت هي قالت لك غطيح روح. السلام عليكم انا فاطمه الزهراء الملقبه بالشابه فاطمه العبديه عندي في القناه. انا تعرضت لتهديدات من هذيك السيده مولات سناك على قبل واحد الفيديو هذاك الفيديو كان عطاتو ليا ماشي عطاتو ليا جات عندي ايمان وعمت الشهيد زهير وقالت لي شوفي هذا الفيديو واش هذيك مولات سناك فكيتني بقينا كنتفرجوا دوزنا الفيديو الاول الفيديو الثاني الفيديو الثالث ما كايناش هذه السيده قلت لها هذه راه ما كايناش علاش كتقول راه فكاتك راه ما فكاتكش. خرج انا دات شي سيمانه كانت عند ايمان الجلسه كانوا عندهم الحكم المحكمه ديال زهير جيت معاه الستيناف وداكشي سولوني قال لي ايمان كلات العصا هذيك قلت لهم ايمان كلات العصا بوحدها حتى واحد ما فكها صافي هي ملي خرجت من بعد شافت الفيديو هي تخرجت تهاجمني في السوشيال ميديا هي واحد السيد هذاك هو اول فيديو خرجت بدات كتسب فيا قالت لي وعيطت لي في التليفون قالت لي دخلي سوق راسك راك غتمشي للحبس قلت لها علاش غنمشي للحبس انا قلت داكشي اللي شفت قلته قالت لي لا داكشي ما خاصوش يتقال لان داكشي ما خاصوش يخرج هذوك لو غولوفي ما خاصهمش يخرجوا قلت لها هما ما خرجوش انت اللي عطيتيهم الايمان وايمان وريتهم ليا صافي من تما السيده بقات كت هي كت قالت القانون واش شفت حقك بدات كتعاير هي وكتخرج كتسبني في مواقع التواصل الاجتماعي هي والام ديالها والاخت ديالها ما خلاوهم يجبدوا فيا جبدوا لي الاب ديالي الاخوه ديالي بناتي بانهم لقيطات شي حوايج ما كيتصوروش بزاف داكشي انا كنت كنرد عليها الصراحه كنرد واحد ناضر انا اللايف دابا شي جوج سيمانات ولا ثلاثه دايره اللايف قبل من هادشي كامل بعداش ناضت جبدت واحد المشكل مشات عند البوليس قالت لهم باننا حنا ضربناها تلقيت ليها انا وايمان عمه الشهيد وواحد البنت اخرى قالت لهم ضربوني بموس في يدي هنا هي فاش مشات فاش عيطوا لنا البوليس عمرونا المحضر وداك الشيء من بعد عرفوا بان السيده ضاربه راسها بوحدها لان حنا عندنا الشهود شافوها وحيدوا لها الموس من يديها فاش ضربت لحمها ما كلاش لها هاد الشيء ناضت من موراها طلعت عاوتاني قالت لي غنفرق غنجيب بوطو غنجيبها ليكم للدار ونفرقها عليكم وسط الدار هي والام ديالها حتى هادي بقات السيده كتهدد فيا انا ما تنتسوقش تنخرج نهضر على ايمان لان ايمان كلات العصب بوحدها شويه واحد دايره اللايف انايا ولا شي جوج سمانات دابا دايره اللايف هو يطلع معايا واحد الدري ما تنعرفوش ولد باب الله قال لي يا حدي راسك راه هاد الايامات غادي كنتي غادي تموتي وما صدقيتش وانا نقول ليه قلت لي كيفاش كنت غنموت هذا هو السيد انا قدمت هادشي للسلطات وقدرت شكايه الوكيل الملك هاد السيد بقيت كنسد جفي تجبته عندي قال لي جا عندي جرده ديال الكورس ها هو هنا كاتب ليا كنتي غتموتي انت وبنتك وشي حوايج هاد السيد ما عرفش انا كيعرف بنتي وكيعرف اختي وقال لي اختك في كتقرا وبنتك في كتقرا والاسم ديال بنتي هذا هو اللي خلاني انا مرض صافي مرض بنتي ما بقاش كنخليها تمشي للمدرسه تخلعت على وليت انا معرضه للتهديد بزاف من طرف هاد السيده دابا هاد الايامات ولات كتخرج كتهضر ما بقاش كتجبد شي موضوع ما بقاش كتسب ما والو هاد السيد قال لي بغات تعطي عليك 2 مليون نهار البوناني مشات عندهم وقالت لهم خسروا لها وجهها انا والابنه ديالي ودات لهم الشراب ودات لهم المخدرات هادشي كيقولوا هاد الولد مول هاد التصويره هو اللي تيقولوا انا الدري قلت ليه تمشي تقول هادشي عند البوليس قال لي انا خفت انا خديت هادشي دفعته للبوليس البوليس هما اللي غيجيبوه هو ديك الساعه يقول لهم واش هو
ولا ماشي هو ولا هي اللي مصيفطه. انا ما بقيتش عرفت لان هاد السيده كتخرج كتهددنا شويه. هزيتي 27 وخارجه امام الملأ في شارع بن بطوطه كتعيط عليا وكتقولي هبطي عندي ابنت العور، كتعيرني بالاسم ديال الاب ديالي بالاسم ديال اللقب ديال الاب ديالي وهي ام عور اصلا دايره نضاضر بركه وكتعاير فينا انا وايمان. كتقول لك هبطوا عندي انا هازه 27 وانا ما كنخافش ما كنخافش من المخزن. غنسمعك الاوديو، هو فيديو كنسمعك الاوديو. كتقول بان هي ما كتخافش من المخزن وما كنعترفش بالمخزن ديال مو، وهبطوا عندي انا باغي نقتلكم وانا هازه 27 وكتغوت امام الملأ. هاد السيده ما داروا معها حتى شي حاجه، كتمشي هي ديكلاري الشكايه ديالها غير كتجي حنا كديكلاري بينا حنا كتجيبوا لنا السيد كنمشيو عندهم. هي من فاش كنمشيو حنا كيبقاو يقولوا لنا علاش كتعايروها علاش كتسبوها نتوما بغيتوا ديروا البوز. هادشي اللي كاين دابا وليت كنتعرض لتهديدات انا من طرف هاد السيده، ما بقيتش كنخرج ما بقيت كندرج، ما فهمتش انا شنو بغات عندي وشنو بغات عند بنتي. بنتي انا اش جات لها بنتي حيت قلت انا انت كتب ما كنتيش قلت داكشي اللي شفت عند ايمان، ما كانتش هي في الفيديو، ما فكاتش ايمان، هي ما كانتش في داك لازون ديال الجريمه نهائيا. السيده خرجت معي في اول تصريح كتكذب، كتقول لهم انا فكيت انا ضربته بزلافه، هي ما ضربت لا بزلافه لا حتى حاجه، راه الفيديوهات عند عمه الشهيد عطاتهم لها هي من الغولوفي ديال الكاميرا ديال السناق ديالهم، ما فيهاش هي ما كايناش هي. هادشي علاش السيده بدات كتهاجمني وبغات تقتلني، ما عرفتش بزاف ديال الحوايج. راه الفيديو ديالها راه هو عند البوليس بانها خارجه في شارع بن بطوطه وهازه 27 وكتعير في السلطات وكتقول لهم انا اليوم غنسد دم واد عزيب الدرعي، دابا يهبطوا عندي نقتلهم نذبحهم، انا باغا نذبح اليوم وغندير لهم كثر ما داروا لزهير. ولاو حتى لبنتي وكدوز من هنا بالطوموبيل وكتكلاكسوني وتبدا تعير، وتلقات اختي الصغيره كانت باغا تضربها بالطوموبيل، بزاف ديال الحوايج بزاف. وانا دابا المشكله ما بقاش كنقدر نعس، وليت كناخذ الدواء باش نعس لان هادشي بزاف. ملي ولات بنتي كتعرض حتى للتهديدات راه بزاف هادشي. الدريه حتى هي غادي الدريه ما بقاش بغات تشري المدرسه، ما بقاش بغات تشري، كتخاف اصلا الدريه مريضه اصلا والله. وبنتي الصغيره دابا مدرسه هي حدانا كنديها وكنجيبها وهي كدوز من هنا، عرفتش انا السيده علاش كدوز من هنا؟ ما عرفتش شكون اللي عاد السيده شكون اللي موراها، لان هي كتقول لي انا عندي 4 مليون غندخلكم الحبس، انا عندي 4 هنا و4 هنا. انا فاش ديكلارات بيا بنتها مشيت عيطوا لي لولايه الامن، مشيت دخلت ما لقيتش البنت، لقيت الام كدور هازه صاك كتضحك. فاش سولت داك الضابط قلت لي كيفاش انا دابا شكون اللي مديكلاري بيا؟ قال لي البنت. قلت له الام ديالي راه بغات تدخل معايا، قال لي لا ما تدخلش. قلت له علاش هي الام ديالها داخله؟ قال لي دابا تيتصان دابا حنا كنسولو فيك جاوبيني. كيسولني هو كيقول لي علاش عايرتيها وقلتي ليها، وهي كتعاير لي اللي كتسبني فاش قلت لي انا مشيت خرجت عند مشيت درت شكايات انا وجبت لي السي دي فيه ساعتين وهي كتعاير فيا انا والام ديالي وخوتي وبناتي، ما خلات حتى شي واحد جاب ذاته. ملي قلت لي تصنط هادشي ما كيبغوش يتصنطوا، ما عرفتش هاد السيده علاش، ما عرفتش انا علاش انا كنمشي كيديروا معايا بحال هكا وهي كيعاملوها شي تعامل ماشي هو هذاك. كنطالب بحقي وما كنطالب السي حموشي ويدخلوا في هاد السيده هادي والسلطات ديال اسي. شوفوا هاد السيده طاغيه بزاف، هاد السيده ولات كتهددنا امام الملأ وكتسب في السلطات، وحتى واحد ما خدا لينا حقنا، ما عرفناش حنا في ندير دوله الحق والقانون ولا ولينا في شي غابه ما بقيناش عرفنا. وانا كنناشد السي الحموشي وسيدنا الله ينصرك لما تدخلوش وشوفوا هاد المدينه راه تهل مشات، هاد السيده راه ولات شاده شارع على قدو وما نعانا حتى من السوق، ما بقيناش كنهبطوا للسوق. اي فغيم بغات تخويني انا وايمان، قالت لك اللهم نقونا. الدريه الاولى خواتها اللي كانت كتريح كتسكن تما حداها، تلقات مسكينه البيت ديالها وهزت حوايجها وهربت مني، هدداتها بالقتل وضرباتها. والسيده كنتواصل معاها في التليفون دابا، قالت لي فطام الزهر سمح لي ما بقاش نقدر نجي عندكم، صحابات ماما كيخافوا يجوا عندنا، اللي كتلقاهم كيجيو عندي او كيعرفوني كتبدا تعير فيهم قدام الشارع وتزف عليهم بالزليف وبالطواجن وشي سبان ما كيتسمعش. ما عرفناش هاد السيده اش باغا، ما فهمناش اش باغا توصل. رساله اخيره هي كنطالب من السلطات يحققوا في هاد الشيء ويشوفوا هذيك الدريه الضربه من جاتها في اللي في يديها، لان كتقول لنا حنا اللي ضربناها وحنا ما ضربناش، حنا ما كنهزوجنا هو ما كنهزوج، هي اللي هزت 27 وكتعير في السلطات امام الملأ وحتى واحد ما تدخل في هاد الشيء. وانا كنطالب بحقي ناخذوا هاد السيده راه بغات تفرقع عليا بوطه وسط دارنا، راه هاد الشيء بزاف هكاك عباد الله. وانا كنطالب الواليد الامن ديال اسفي الله يرحم ليك الوالدين، راك انت الله يعمرها دارو كنشوفو كتخدم، هاد السيده راه طاغيه بزاف، ديرو تما شي جيبو شي صافيط حطوها ولا شي حاجه تما، لان هاد السيده راه ولات طاغيه، راه كتفيق مع الصباح
كنت تعرفينا في الوالدين ديالنا خاصنا غير نهبطوا. انا دابا السوق ما كنمشيش ليه، ما نعس السوق ما نهبطش ليه، ماشي خوفا منها، ما بغينا خفنا تسخف، خفنا نمشيو تما ندوزو من تما طيح تسخف، حتى هي اصلا كضحى على بنادم اللي داز من حداها كتسخف عليه. انا ما نقدرش نهبط تما، وليت كنتهدد. دابا كيعيطوا عليا لي زابيل باللي البريفي ولا ما تفرقتيش ما غنديروا لك غنفعلوا لك بزاف هاد الشيء. انا ما بقيتش قدرت، والله ما بقيت قدرت، ديروا لينا حل في هاد الشيء ولا غير غطيح شي روح اخرى كما قالت هي، قالت لك غطيح روح. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.